أهلا بكم من جديد. قال عمرو الجرحي وزير المالية المصري في اتصال هاتفي مع إحدى الفضائيات المصرية، قال إن العام الحالي سيشهد انخفاضا جديدا في الدعم على البترول والكهرباء، وذلك في التوقيت الذي تجده الحكومة مناسبا لاتخاذ مثل هذا القرار. من ضمن خطة الحكومة المصرية حطاها قبل الصندوق، أنا دايما في كلامي ما بحبش أربط الموضوع ده خالص بإن في اتفاقية صندوق، الحكومة المصرية حطاها من 2014 سواء في البترول أو في الكهرباء، ولها علاقة بالاحتياج لتنفيذ بعض القرارات الهامة. ليه؟ واحد، ضمان السلامة المالية لقطاعي البترول والكهرباء. اثنين، ضمان السلامة المالية للموازنة العامة المصرية. دي موضوعات في غاية الأهمية، ما بحبش أربطها بالصندوق بأي حال من الأحوال. ومشاهدينا الكرام، لمناقشة توجه الحكومة المصرية لإجراء خفض جديد للدعم وطرح سندات دولارية في السوق الدولية، أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى عبد السلام، رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة العربية الجديد. أستاذ مصطفى، أهلا بك معنا. خلينا نبدأ من كلام وزير المالية، بيقول في خفض على الدعم سواء للكهرباء أو البترول. ببساطة شديدة ده معناه إن الأسعار، أسعار فواتير الكهرباء وأسعار البترول البنزين والسولار هتزيد الفترة القادمة. ده صحيح على فكرة. الكلام ده أنا قلته في هذا المكان منذ عدة شهور، قلت إن هيتم زيادة كل الأسعار استجابة على فكرة لطلبات صندوق النقد الدولي. هو بيقول لك ولا مرتبطة بالصندوق، هي صندوق كويس. الكهرباء هتزيد عندك من حوالي 35% ل 47% على الفواتير. البنزين والسولار والغاز وكله كله ده هيزيد. أنا آسف يا فندم، بس يعني ده معناه إن لو في مصر بتجيله مثلا يعني فاتورة كهرباء 100 جنيه، ده معناه إن خلال شهور هتبقى 140 جنيه أو 135 أو 147 أو 147 جنيه، بس ده كتير. بس هم طبعا الشرايح اللي هي المتوسطة اللي هتكون الزيادة فيها أكتر. يعني الملاحظ حتى في الشرايح اللي وزعتها وزارة الكهرباء إن الشرايح العليا اللي هي شرائح الأثرية هتكون فيها زيادة، بس مش هتكون زي شرائح المتوسطة الدخل. طب ليه الزيادة دي رغم ان من 2013 حتى الآن في مصر زادت فواتير الكهرباء، يعني الأسعار زادت 167% وفقا لبعض الأحصاء؟ ده صحيح. ليه الزيادة الجديدة؟ وهم الحكومة بتستهدف انها تبيع لك الكهرباء خلال 3 سنين بسعر التكلفة. بسعر التكلفة. والكارثة اللي ممكن تترتب على كده انك انت اسعار البترول عالميا بترفع. وبالتالي هو بيعمل ايه؟ لو استورد وليكن غاز لمحطات الكهرباء هيحملها على المستهلك. كويس. لو استورد مازوت او سولار هيحمله على المستهلك. وبالتالي انك انت مش هتكون الزيادة دي، هو في النهاية بتستهدف خلال 3 سنين ان يقول لك اتحمل كل حاجة. عشان يكون مفهوم ان زيادة في اسعار الكهرباء سواء على المصانع او على الافراد ده هيزود اسعار السلع المصنعة بشكل او باخر. طبعا لان الكهرباء بتستخدم على عاتق المستهلك. هي الاخطر من الكهرباء زيادة اسعار المنتجات البترولية بشكل عام، اللي هي بنزين والسولار، لان دي بتحرك كل حاجة في البلد، بتحرك نقل، بتحرك مواصلات، بتحرك حتى زراعه هزائية. لا حتى زراعه صحيح. بتحرك سلع في الاسواق، لانك انت عشان عمليه النقل بتزيد لك تكلفه السلع حتى المستورده، بتزيد اسعار اللي في تفكير دلوقتي ان هم يزودوا اسعار القطارات، يعني ده تفكير بشكل جدي. القطارات كما حدث مع مترو. وعلى فكره لو انت بصيت في الموازنه 2017 2018 الجديده هتلقى البنود دي مذكوره، اللي هي رفع اسعار الكهرباء، رفع المنتجات البتروليه، زياده ضريبه القيمه المضافه. عايز اجابه سريعه، ده ممكن يكون امتى الزيادات القادمة؟ ده بداية يوليو. بداية يوليو القادم مباشرة. بس الوزير طبعا بيقول لك ان احنا هننتقي الوقت المناسب. كويس. ممكن تكون يوليو، تكون اغسطس وهكذا. لكن الكهرباء من اول يوليو. ساعود اليك استاذ مصطفى، لكن ينضم الينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور عز الدين حسنين الخبير المالي والاقتصادي. دكتور عز، اهلا بك معنا. اهلا بك يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. دكتور عز، على الرغم مما يعانيه المصري البسيط او المتوسط الحال من ارتفاع الاسعار، الا ان وزير الماليه ما زال يحدث المصريين عن ارتفاعات جديده في اسعار فواتير الكهرباء او في اسعار المواد البتروليه، لماذا من وجهه نظرك؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في شك طبعا ان وزير الماليه تصريحاته عموما هي منبثقه من البرنامج الاقتصادي اللي قدمته الحكومه ووافق عليه مجلس النواب،
والبرنامج الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي طبعا كان من ضمنها او من اهم البنود ان هو يرفع طبعا الدعم عن المواد البتروليه، وده في الاساس. ووزير الكهرباء اعلن ذلك انه على 4 سنين هينتهي الدعم تماما او هيتشال الدعم تماما عن الطاقه، هيتشال الدعم عن الكهرباء. فطبعا دي كلها حاجات ما فيش شك انه تصريحاته بتتفق مع البرنامج الاقتصادي المقدم. ده معناه ان ده مرتبط يا دكتور عز بروشتة صندوق النقد الدولي اللي هو موجود الان في زياره لمصر. بالظبط كده يا فندم. هي طبعا الزياره لمراجعه اخر المستجدات اللي موجوده على مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهيشوف طبعا بيدرسوا طبعا هو الحكومه تقدمت الى حد كام، لحد فين بالنسبه لعجز الموازنه، بالنسبه لعجز ميزان التجاره، عجز ميزان المدفوعات، الحاجات دي كلها، بالنسبه لموضوع رفع الدعم، الحاجات دي طبعا هم بيراجعوها وبيشوفوها هل تتفق، والمستهدفات اللي قدمتها الحكومه لصندوق النقد الدولي عشان تاخد الشرائح المتبقيه من القرض ولا لا. طبعا تتصور ان الحكومه الى حد ما بتمشي طبعا في هذا الاتجاه. اسمح لي يا دكتور عفوا لمقاطعه حضرتك، بلد بتعاني من فقر شديد وارتفاعات في اسعار المواد الاساسيه والغذائيه، ليه تاني تعلي على المواطن البسيط يعني اسعار فواتير الكهرباء او اسعار البنزين والسولار؟ لسه في ناس في مصر، انا بتكلم مع البعض دلوقتي عبر الهاتف، بياخد 1000 جنيه ولا 1500 جنيه وعنده 5 اولاد. يعني الا تدرك الدوله في مصر خطوره ما تفعله؟ هي تدرك طبعا ان المواطنين بيعانوا، ويمكن الرئيس السيسي في كثير من لقاءاته حتى الشبابيه ومؤتمراته اللي بيعملها كثيرا ما بيثني على صبر المصريين على الصعوبات الكبيره اللي بيواجهوها، وعلى الضغط الحكومي الكبير اللي موجود على المواطنين من رفع الاسعار بعد تحديد سعر الصرف، من رفع الدعم، من رفع الكهرباء، من اسعار الخدمات اللي زادت. طبعا هم الحكومه والرئيس السيسي يعني حاسين جدا بما يعانيه المواطن، لكن هي الاجراءات الموازيه اللي المفروض يخفف بيها الاعباء ما زالت بعيده. يعني احنا ده اللي احنا بنطالب بالحكومه، احنا بنعاني وبنقول الحكومه ماشيه في اتجاه برنامج ضاغط جامد جدا على المواطنين، لكن لازم بقى يتعمل كمان برنامج موازي يخفف بيه الضغط الكبير قوي على محدود الدخل. في حضرتك ذكرت في 1000 جنيه بتاخدهم مواطن، في 450 جنيه بتاخدها اسره من 4 افراد. طيب ابقى معايا يا دكتور عز، ساعود اليك، لكن مشاهدينا الكرام، الجزيرة مباشر استطلعت آراء هنا من الشارع المصري بشأن تصريحات وزير المالية عن خفض جديد للدعم على البترول والكهرباء، دعونا نتابع. خفض الدعم ازاي والناس اصلا ظروفها تعبانة جدا جدا جدا، المفروض يرحموا الناس ويرحموا الشعب شوية، ان الشعب تعب تعب تعب، فاصبح الوقت الشعب مش لاقي كوت يومه، فاصبح الوقت المفروض كل يعني الناس تحس بالناس شوية، تنزل الشارع وتشوف الناس عاملة ازاي، بدل ما هم قاعدين في مكاتبهم وعمالين يتكلموا ويدي تصريحات ويقولوا فلان وعلان، لا ينزلوا الشارع وشوف الناس. للاسف الشديد احنا هنفضل طول عمرنا كده، يفضلوا يرفعوا الدعم ويبيعوا ويبيعوا حسب خطه صندوق النقد الدولي اللي بيعملها مع كل البلاد اللي زي حالتنا كده، اللي ما بتنتجش حاجه وما بتصنعش حاجه، فطبيعي ده هيحصل وهيحصل يعني ملايو اكتر من كده. اما عن تعليق انا فانا يعني تعليم يعني الناس كده كده خلاص الناس اتعودت يعني على الوضع. ابسط حاجه اللي هي الناس مش هتقول حاجه ولا حد هيعمل حاجه، بس اللي بيحصل ايه؟ هو هيجي هيروح اللي هيجي هينزل تاني يوم الاجره هيلاقيها غاليه، ليه يا اسطى الاجره غليت؟ بنزين. ليه السوبر ماركت غالي؟ بنزين، محدش هيتكلم. الدنيا بايظه يعني مش غلو الاسعار دوت، يعني مفيش مساويه بين المرتبات وبين غلو الاسعار، فالناس مش عارفه تعيش. طبعا انا عارف ان الموضوع ده هيحصل لان في زياره للوفد بتاع صندوق النقد، وطبعا عشان يعمل مراجعات ويشوف الموضوع ايه، فعشان يديهم الدفعه او الشريحه اللي جايه بتاعه المليار دولار، عايز ايه؟ طبعا ينفذ اوامر الصندوق، فمن ضمن المطلوب هيرفع الدعم عن المشتقات البتروليه، واخد بال حضرتك، وكمان عايز يصفي موضوع الموظفين. دي ناس مش حاسه بحاجه والله، الناس دي مش حاسه بحاجه فعلا والله، مش حاسه بالناس، يعني مش حاسس بالناس اللي هي حتى مثلا طب انا مرتبي يعني زاد ايه عشان انت عمال تزود، عمالين يدوسوا على الناس. وبعدين معلش يعني انا اسف، الرئيس كان بيتكلم بيقول لك لو طلعتوا المره دي مش عارف البلد، يا عم ما تقع ولا تقول في دار مش لاقي اكل عيالي. هو ده بيعبر عن فشل الحكومه ممثل في وزير ماليتها، ان هو بدل ما يجي بقى يدور على موارد، الحجه الوحيده عندهم الدعم. اللي بياخد الدعم ده مين؟ الدعم ده هو الطبقات الكادحه والطبقات الفقيره والطبقات محدوده الدخل.
هم بيطبقوا النظرية الاستعمارية، الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا، ولا تزال الهوة بين الطبقين تتسع إلى أن تسحق هذه الطبقة. الحقيقة أمر مدهش في هذه الآراء. الرجل البسيط الذي ربط بين ارتفاع الأسعار وصندوق النقد الدولي وزيارة لجنة من صندوق النقد الدولي هي الآن بالفعل في مصر. مدهش هذا الربط، سأناقشه مع ضيفي بالتأكيد، لكن الآن أتحول لزميلي عمر فياض سيعرض على حضرتكم عدد من تعليقات مشاهدينا في هذا السياق. تفضل عمر. نعم. شكرا لك أحمد. إذن العديد من الآراء وردت حول ما طرحناه على المشاركين من سؤال بخصوص الوضع الراهن الاقتصادي الآن في مصر. أبدأ بهذا التعليق باسم بهذا الحساب، يقول يخفضون الدعم بالتدريج وفي زمن قياسي لكي يمتصوا غضب الشعب مع وجود قبضة أمنية، لنا الله وفقط. ونذهب إلى هذا الرأي لمحمد، يقول الشعب المصري الأبي مقبل على سنين عجاف، ولكن عزيمته في الصمود أقوى من عزيمة أعدائه في النيل منه. نذهب إلى رأي لفؤاد، يقول فيه دعم الكهرباء والبترول أسلوب قديم يستفيد منه الأغنياء والفقراء على حد سواء، المفروض يتم التعامل معه بنفس أسلوب بطاقات التموين برأي هذا المشارك فؤاد. ونذهب إلى محمد مبروك، يقول ليس قراره ولا قرار رئيسه، لأنهم لا يملكون شيء، هو قرار صندوق النقد وليس ولسه اللي جاي أصعب أيضا فكرة صندوق النقد أنه أحد الأسباب في ما يحدث حاليا. نذهب إلى رأي لهذا المشارك، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، المصريين بيصحوا على غلاء وبيناموا على غلاء، كل يوم خبر سيء. ورأي لهذا الحساب باسم شيراز، يقول لحد إمتى سيستمر الغلاء وارتفاع الأسعار؟ هو المواطن المصري لسه فيه نفس يتحمل أكثر؟ ونذهب إلى رأي لهذا الحساب، يقول يخفضون الدعم بالتدريج، إذن هو أول التعليقات الموجودة معنا. والآن ننتقل إلى تويتر وما عليه من بعض التغريدات. هذه هي التغريدة الموجودة معنا لهذا الحساب، يقول سياسة إفقار وتجويع المصريين مستمرة وإلقاء اللوم على الثورة انتقاما من المصريين حتى لا يثوروا مرة أخرى ويبقى النظام في الحكم 30 سنة جاية. أكتفي بهذا القدر وأعود مرة أخرى إلى الزميل أحمد. إليك شكرا. شكرا جزيلا عمر. مشاهدينا أذكركم أن وفد من صندوق النقد الدولي وصل بالفعل إلى مصر الآن، سينتظر أو سيكون في مصر لمدة 10 أيام أو أكثر قليلا. مشاهدينا أذكركم بأننا ننتظر مشاركاتكم الهاتفية عبر الأرقام التي ظهرت الآن أسفل الشاشة حول موضوع ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة في مصر وإقدام الحكومة خلال الفترة القادمة على أن تزيد من أسعار الكهرباء والمواد البترولية. عودة إليك أستاذ مصطفى، نحن ما بين وفد صندوق النقد الدولي رفع الأسعار، الاقتراض كما قال وزير المالية، يعني كلهم مرتبطين بحاجة واحدة. خليني بس أفسر موضوع صندوق النقد الدولي لأن ناس كتيرة مش فاهمة. صندوق النقد الدولي وافق في نوفمبر أن يدينا 12 مليار دولار، كويس؟ طيب الموافقة دي مش بشكل مطلق، هو هيدينا على 5 شرايح، كويس؟ كل شريحة هو بيجي بيعاين بيشوف ما تم إنجازه، طب أنت يا حكومة نفذت كل البنود اللي أنت اتفقت عليها، طيب هنديك الشريحة التانية. المفروض الشريحة التانية كان المفروض أن الصندوق ده يجي في فبراير الماضي، كويس، وتأجل 3 شهور. ليه؟ لأن كان في حاجات مطلوبة من الحكومة ما نفذتهاش. طيب منها قبل على سبيل المثال، قبل ما نكمل إيه الحاجات اللي الحكومة ما نفذتهاش، خلينا معنا اتصال من أحد المشاهدين، الأستاذ عمر من البحيرة. أهلا بك يا أستاذ عمر. أستاذ عمر، أيوة معايا، السلام عليكم. وعليكم السلام الله وبركاته. رأيك يا أخي في تحياتي لحضرتك. الله يكرمك. والقناة يا فندم. أشكرك. رأيك في كلام وزير المالية أن يكون في ارتفاع لأسعار الكهرباء والمواد البترولية خلال الفترة القادمة، إيه رأيك في الكلام ده؟ والله يا فندم، هو رفع الدعم ده يعني هو زيادة الغني هنا، الغني يزداد والفقير يزداد فقر. انت عارف يا فندم، اللي انت عارف الشعب المصري، الشعب المصري يا فندم ممكن 90% منه مش يعني ما عندوش يا فندم دخل، يعني كتير من الناس بتشتغل كده يا فندم يوم بيوم. وبعدين ما فيش دوله في العالم يعني استفادت من صندوق نقد، من قرض بتاع صندوق النقد ده.
مفيش دولة استفادت منه. يعني البلد دلوقتي يا فندم في الحضيض، يعني احنا دلوقتي ما عندناش سياحة وما عندناش تصدير ومفيش انتاج ومفيش زراعة، وبعدين مفيش شفافية يا فندم، البلد مفيهاش شفافية، الفساد في كل مؤسسة البلد. طيب يعني أنت شايف أن المشكلة الرئيسية هي الفساد. شكرا جزيلا عمر، كنت معي من البحيرة، ومعي أحمد الأستاذ أحمد من الشرقية. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. أهلا بك يا أستاذ أحمد وتحياتي حضرتك. نعم، في بعض الأحيان بيكون البلد ما عندهاش أو النظام ما عندهش أي وسيلة فعلا غير أنه يطبق تعليمات صندوق النقد الدولي، يقترض في بعض الأحيان يرفع الدعم عن بعض المواد حتى تستقر الأمور. أنت إيه رأيك في هذا النظام الاقتصادي؟ تستقر الأمور، هو يعني كيف تستقر الأمور والنظام يعجز عن توفير احتياجات المواطنين الأساسية؟ يعني هو استقرار الأمور اللي هو الهدف المنشود هو توفير احتياجات المواطنين الأساسية اللي هي من كهرباء ومية. يعني المواطنون الآن يشترون المياه النقية، لأن معظم الأوقات المياه منقطعة أو معظم الأوقات المياه غير صريحة للاستخدام. الكهرباء الآن المواطن الكهرباء تتشحن بالكارت، لو شحن الكارت خلص الكهرباء تقطع، ما فيش وصال. فهي دي احتياجات المواطنين الأساسية اللي المفروض إحنا ده هدف أي حكومة إن هي تحققها للمواطن. فإذا كانت الحكومة بتيجي على هذه الاحتياجات الأساسية البسيطة المبدئية، طب لإيه الهدف؟ إيه هو الهدف اللي إحنا عايزين نوصل له عشان احنا ما نوفرش احتياجات المواطنين الاساسيه من اجله؟ مش كده وبس، احنا اصبحنا كدوله مطالبين بسداد تقريبا 2 مليار دولار لشركات الكهرباء الاسرائيليه بسبب توقف امداد الغاز لاسرائيل. مش كده وبس، احنا كمان يمكن الاتفاقيه بتاعه الغاز الاسرائيلي اللي احنا هنستورد الغاز من اسرائيل اللي معظم الشعب في رايي اظن رافضها ممكن تتعطل، وممكن احنا بس لعل احمد الرئيس السيسي دايما بيتكلم على ان دي حاله استثنائيه بتعيشها مصر، لكن لو صبرنا شويه يقصد الشعب المصري لعل الامور تكون افضل للافضل. يعني ايه رايك؟ يعني الرئيس السيسي لطالما خرج في احاديثه وقال اصبروا على ايه؟ يعني على ايه؟ يعني في فتره ما قبل الرئيس السيسي يعني ما كانش في حد بيقول لنا اصبروا، ما كانش في حد بيقول لنا نستحمل ايه؟ هو احنا في حرب مثلا؟ يعني هل احنا ايه هي الازمه اللي احنا بنعاني منها عشان نصبروا؟ عشان نستنوا؟ عشان خلاص؟ طب خلاص ايه ونستنى ايه ونصبر على ايه؟ هو احنا في انت ليه حاططنا ليه حاشرنا في زنقه في الحته بتاعت اصبروا اصل احنا في ازمه؟ ازمه ايه؟ احنا مش سوريا والعراق على عيني وعلى راسي، احنا مش سوريا والعراق، طب ايه بقى؟ نعم شكرا جزيلا. ايه هي ليه دايما الرئيس بيخرج لنا يقول لنا اصبروا؟ وانا زعلان ان صندوق النقد الدولي ان صندوق تحيا مصر مش مكفي، يعني انا كنت مستني 100 مليون. هو مين اللي يطلب من مين؟ هو يعني هي المعادله للدرجه دي مقلوبه؟ الرئيس دايما يخرج لنا انتوا ما بتدونيش واصبروا. نعم شكرا. عشان احنا بنواجه. شكرا جزيلا احمد، عفوا لان انا قطعتك لكن لضيق الوقت. احمد احد المشاهدين كان معي من الشرقيه. دكتور عز، استمعت لهذه المكالمات لعلها غاضبه، شايفه ان هذه الطريقه في اداره النظام الاقتصادي على الاقل غير صالحه لهم ولحياتهم بل تزيد الاعباء عليهم، ما رايك؟ مفيش شك ان طبعا المصريين بيعانوا طبعا وبيأنوا، وكلامهم كلهم عندهم حق فيه طبعا، كل الناس اللي اتكلمت وسمعتها كلهم عندهم حق في كل اللي بيقولوه، وان الحكومه ما زالت بعيده عن تحقيق امالهم وطموحاتهم، ومفيش شك ان عندنا مشاكل اقتصاديه كبيره جدا ومفيش حد بينكرها. طب وبعدين ليه الحكومه مش مدركه دوت وبتخفف على الناس البسطه شويه؟ ليه قاعده تقول لهم اصبروا بس يعني؟ عايز اقول ان احنا برضو ما عندناش موارد كافيه، مش يعني الموارد الضريبيه قليله جدا جنب المصروفات زي ما حضرتك يعني اكيد عارف، عندنا عجز كبير جدا 320 مليار جنيه ده في موازنه 17 ممكن يوصل ل 500 او 450 في 2018، فعندنا عجز ضخم جدا، ما عندناش فلوس نقدر نصرف عليها، هنضطر ان احنا نطبع فلوس زياده عن المطلوب من السلع والخدمات، هنخش في دوامه تضخم قاتله وركود تضخمي ونخش في مشاكل اكتر من اللي احنا موجودين فيها. هو صحيح احنا الحكومه بتدعو للصبر، يعني المصريين صابرين بيأنوا بيتعبوا
تعبانين جدا لكن احنا بنقول احنا هندي الحكومه فرصه كمان 6 أشهر اللي جايين دول نشوف ايه الاجراءات الموازيه، هيتفقوا ايه مع صندوق النقد الدولي لتخفيف الاعباء، هل هيرفعوا الدعم من 21 ل 40 او 45 جنيه؟ يبقى كتر خيرهم ده مطلوب منهم. ياجلوا فرض ضرائب اللي جايه يا ريت كويس جدا، ياجلوا رفع الدعم على الكهرباء 6 أشهر اللي جايين ويبداوها من 2018، يبقى دي اجراءات منطقيه وايجابيه المواطن هيقدر يصبر معاهم. لكن انا شايف ان الحكومه لو ما عملتش الكلام ده هيبقى الصعوبات اكبر. شكرا جزيلا يا دكتور، وضحت الفكره. دكتور عز الدين حسنين الخبير الاقتصادي مع اتصال هاتفي اخير من السيد احمد التتراوي اعتقد من الجزائر. استاذ احمد اهلا بك معنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحيه لك اخي احمد وتحيه للمخرج على رحابه صدر. والله أعني أحمد أن السيسي لما جاء إلى الحكم لم يكن همه الاقتصاد ولا رفاهة العمال، إنما جاء السيسي ليحاول استقرار الأمن السياسي وقد فشل في ذلك. أما إذا كان هناك السيسي يدعم العمال فهذا مستحيل أخي أحمد، لأن هدف السيسي ليس الاقتصاد وليس راحة المواطن، إنما هدفه هو إقرار الأمن السياسي. أحمد تتراوي يحييكم أخي أحمد. شكرا جزيلا الأخ أحمد تتراوي من الجزائر. دكتور مصطفى، كلام الدكتور عز الدين حسنين إيه رأيك فيه؟ لا ممكن خلال 6 أشهر نستحمل شوية، الحكومة ممكن يكون عندها رؤية لتخفيف الأعباء عن المواطن، إيه رأيك؟ طيب أستاذ أحمد أنا هقول يعني عدة حاجات إن عايزك تفكر فيها. دلوقتي الضرائب بتمثل 70% من إيرادات الدولة. انت السنه الجايه دي اللي هي في بدايه يوليو هتبدا زياده في الضرائب 170 مليار، طيب الدوله هتجمع من الناس 604 مليار جنيه، طيب اذا انت هتجمع 604 المفروض تقدم لي خدمه، طب ما فيش خدمه، ما فيش دعم، طب انت بتجمع الضرائب ليه؟ صحيح. النقطه الثانيه انت لما تيجي تقول لي الناس تصبر و32.5 مليار جنيه مختفيه من موازنه سنه واحده، الله 32 مليار جنيه محدش حد لحتى هذه اللحظة محدش قال لنا راحت فين، والجهاز المركزي للمحاسبات عمال يقول لوزارة المالية قولوا لنا راحت فين، وفي النهاية بيرفعوا للناس الكهرباء وفي زيادة في المية وسكك الحديد والقصة دي كلها. طيب انت يا ريت ترسى على كده، انت المشكلة انك انت خلال ايام وزير المالية قال لك هتقترض 2 مليار كويس، وعندك 20 مليار فجوة تمويلية السنة الجاية هتغطيها، والحكومة هتقترض 9 مليار دولار تاني، معناها انك انت الضرائب اللي هتجمعها هتسدد من خلالها ديون محلية وخارجية. الحكومة هتقترض في شهر مايو بس 132.2 مليار جنيه في شهر واحد، وبالتالي لا ده سفة، احنا قدام حكومة فشلة بكل المعاني. المفروض ان لا يشوفوا حل، لانك انت بتضغط على الناس تضغط على الناس للابد، ما فيش يعني الناس ما معهاش. للحديث بالتاكيد بقيه استاذ مصطفى اشكرك شكرا جزيلا. مصطفى عبد السلام رئيس القسم الاقتصادي بصحيفه العربي الجديد. مشاهدينا الكرام ما زلنا معكم بعد الفاصل، رواد مواقع الفيسبوك يتداولون مقطع فيديو لعلاء مبارك نجل الرئيس المخلوع على احد المقاهي بصحبه مواطنين يشاركهم لعب الطاوله، ابقوا معنا.